عامل ايه يا نور عينيا؟ الحمد لله الحمد لله. ايه ده؟ مين يا سعيد؟ شيل الكتب بسرعه ارجوك، فوق فوق بسرعه بسرعه. يا ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ يا رب وصلوا يا رب. شلت كل حاجه؟ طيب سعيده يا ام ابراهيم. ايه سعيده يا بطه؟ قولي لي بقى سعيد فين؟ في اوضته. شكرا شكرا. تعالي بس انت رايحه فين؟ تعالي بس ما تجريش وراك. طب طنط امينه فين؟ في اوضته برضه. طب شكرا شكرا يا بنتي. تعالي بس انت رايك ايه يا ام ابراهيم؟ في ايه؟ مش عايزاني ادخل لسعيد ليه بقى؟ وهو برضه في شابه صغيره زي كده تخش اوضه شاب من غير ما تستاذن؟ يا حبيبتي ما انا كنت هخبط. تعالي بس احسن يكون نايم، انا هشوفهولك انا. لا استني انت بس، استني انت بس. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا يا طنط امينه، ازي حضرتك؟ ايه ما بتجيش ليه؟ ما انا جيت اهو. وازاي وامك؟ الحمد لله تمام. يا إيه ترى سعيد هنا؟ جوه مستنيك يا حبيبتي. اتفضلي. طبعا اذنكم. اتفضلي. ودي اللي جابها؟ خبيت الكتب يا وليه. جرى ايه بقى يا سي سعيد؟ انت هتفضل قاعد في اوضتك كده طول اليوم ولا ايه؟ ايه بتعمل ايه؟ انتي ناسي ان طول الاسبوع بشتغل والنهارده اجازتي. بس انا يعني مش شايفاك نايم. بس قاعد مريح شويه. طب ما بتفكرش تخرج يوم الاجازه؟ وانا طول الاسبوع برا. طب ما تيجي نروح سينما انا وانت واخواتي. كل الافلام بشوفها في التلفزيون يا شيخ، دي كلها افلام قديمه ومتعاده مليون مره. لو سمحت من فضلك ما تفتحيش حاجه من فضلك. يا سلام، ومالك اتخضيت قوي كده؟ لازم بقى مخبي حاجه جوه الدرج. لا دي اوراق مهمه بتاعت الشغل، وخايف لو ورقه تتنطر كده ولا كده تبقى مشكله. للدرجه دي؟ طبعا دي فواتير بالافات، وانت عارفه الحاج في الحاجات دي ما بيرحمش. عارفه بس انت يعني مش زي الحاج. من ناحيه ايه يعني؟ يعني بيتهيألي ان الحاج بالرغم انه ساعات بيبقى شديد لكن انسان عاطفي، بدليل ان ماما بتحبه وقبل ما دي حطنت امين. بابا ده شخصيه لوحدها، صعب جدا تلاقي زيها. طب وانت ليه ما تحاولش تبقى زيه؟ اتجوز ثلاثة يعني؟ بس انت اتجوز واحدة. بس انا لاقيها. هي ايه الحكاية يا متولي؟ الواد ابنك يا اخويا مش طايق البنت بنتي ولا ايه؟ كل ما تطلع فوق وتكلمه يصدها في الكلام. هي اللي قالتلك؟ البنت بتشتكي يا متولي، حاسة ان كرامتها اتجرحت. ما يكونش يا اخويا فاكر ان احنا بنجري وراه؟ لا يا حبيبي، انا سيد الرجالة يتمنى يتجوز بنتي. انا بس اللي شاريه خاطرك يا حاج. اهو ده بقى الكلام اللي ما منوش لازمه. انا مش فاهم انت ليه مش عاوزه تكبري مخك. انت لما كنت بتدوري شغل المحل زمان كان مخك بمليون راجل، وده اللي عجبني فيكي. ما انا برضه ما رضاش لبنتي الذل والهوان. زي ما سعيد ابني بطه برضه بنتي، واللي يهنها يبقى اهن. انا كلمه يا حاج، الفت نظره يا اخويا. نعمه، انا ممكن امره يتجوز بطه بكره، بس انا مش عاوز يتجوزها غصب عنه. غصب عنه ده هي متولي ليه يا اخويا؟ هي بنتي فاطمه كترميه ولا كترميه؟ بعد الشر وانا قلت كده، ما تفهمنيش غلط، مش قصدي. امال تقصد ايه؟ شوفي انا عايز الواد يتجوزها وهو بيحبها، متشحتف عليها، عايزه يجيني ويقول لي يابا انا نفسي اتجوز بطه، نفسي اتجوز بطه. ساعتها لوده واخليه يسوق عليا امي تلاقي لها الا الله عشان اوافق انه يتجوزها. والكلام ده هيحصل امتى ان شاء الله يا اخويا؟ لما البنت تعنس، ولا لما يجي واحد من بره برم يلف دماغها وتيجي تقول انا عايزه اتجوز زي ماما؟ مش هيحصل، مش هيحصل. البركه فيك انتي،